أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي، افتتاح 6 مراكز صحية حضرية وقروية بإقليم بوجدور، وذلك من أجل تقريب الخدمات العلاجية من المواطنات والمواطنين. وبمناسبة الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم بمدينة الدار البيضاء إعطاء انطلاقة عدة مشاريع، منها مصلحتين لحوادث السير ومخفر للشرطة وتدشين المقر الجديد للمصلحة الصحية الولائية. انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع المغرب للشطرنج باستقبال شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه، احتفال شهد حضور عدد من الأبطال العالميين. مرحبا بكم من جديد. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية من المواطنات والمواطنين، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية على افتتاح 6 مراكز صحية حضرية وقروية ستعمل على تقديم خدماتها لساكنة إقليم بوجدور. بريكين العروسي ومحمد شارة. إقليم بوجدور على موعد مع مشاريع تنموية جديدة، حيث أشرف السيد خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إعطاء الانطلاق لخدمات المركز الصحي المجاهد محمد بن عبد الله، إضافة إلى المركز الصحي العودة والمركز الصحي التنمية ومركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، إضافة إلى المستوصف الصحي القروي أفتيسات والمستوصف الصحي القروي أكت الغازي. وقد تمت هذه العملية عن بعد. افتتاح ديال 6 المراكز الحمد لله اللي عرفوا واحد يعني حلة جديدة وتأهيل جديد، فيهم 6 المراكز الصحية، فيها 5 المراكز الصحية ومركز ديال محاربة ديال داء السل، واللي تيدخلوا في إطار ديال التأهيل ديال القطاع الصحي اللي جا في الإصلاح ديال المنظومة الصحية كما أراده صاحب الجلالة الله يسره، في إطار تقريب الخدمات للمواطنات والمواطنين. وهذا أنتم شفتوا أن التجهيزات يعني مركز اللي مجهز من جميع التجهيزات اللي كتقدم الخدمات الأولية، نظام معلوماتي رقمي يعني عنده واحد الصبيب ديال الانترنت اللي ما كينقطعش، وهذا النظام المعلوماتي الرقمي غادي يمكن لي يستافد منه المريض باش يكون عنده طرف، يعني يكون عنده ملف طبي رقمي اللي فيه يعني تقريبا يعني المسار ديالو العلاجي او الصحي اللي مر به هذاك الشخص. مراكز ومؤسسات صحية من الجيل الجديد رأت النور بإقليم التحدي، من شأنها تعزيز وتجويد العرض الصحي بالمجالين الحضري والقروي والاستجابة للحاجيات والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بالإقليم. إقليم بوجدور الحمد لله الآن اكتملت الرؤية اللي كانت مندمجة في البرنامج الوطني للتهيئة بالمؤسسات كاملة، كانت تعطات انطلاقة المركز الصحي الخير سابقا، والآن اكتملت بقية المراكز الحمد لله وكلها مجهزة وكلها فيها الموارد البشرية الكافية وكلها بدأت كتستقبل الساكنة ديالها. إعطاء انطلاق خدمات هذه المراكز والمستوصفات الصحية بالوسطين الحضري والقروي يأتي في إطار الرفع من مستوى البنى التحتية العلاجية وفي سياق تفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإجراء إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وفي إطار تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحديث وتأهيل البنية التحتية الصحية. وتخليدا للذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار البرنامج الرابع على مستوى إقليم نواصر، أطلقت أشغال إعادة تهيئة المركز المرجعي للصحة في إطار شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وسيسند تسيير وتدبير هذا المركز متعدد التخصصات إلى المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة. تفاصيل مع ليلى عسلي ومحمد العروي.
تقديم خدمات الطب القرب التكميلية، التشخيص المبكر لأنواع السرطانات الأكثر شيوعاً بين النساء، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، أهداف محورية للمركز المرجعي لصحة النصر بإقليم النواصر الذي انطلقت أشغال إعادة تهيئته في إطار شراكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، مركز يعد الثاني من نوعه بهذا الإقليم. هذا المركز هذا مركز اللي غادي يهتم أساسا بالصحة ديال المرأة والأم والطفل، وارتئينا أنه بتنسيق مع المصالح الأخرى الموجودة في المنطقة أننا ندير واحد العرض تكميلي في بعض التخصصات اللي بقى الحاجة فيها مكين ماشي موجودة أو لا كنحتاجوا لواحد الرعاية زائدة اللي يمكن لها تعرض توفر واحد العرض صحي ملائم. اليوم كانت الانطلاقة ديال هذا المركز ديال الأشغال المركز المرجعي ديال ولاد صالح الواحد البوبولاسيون ديال تقريبا 600,000 هذا من الفئة الهشة اللي محتاجة للعلاجات أو حتى الاستشفاء. إلى كان هذا عندنا عدة اختصاصات تقريبا مجملها أمراض القلب، أمراض النساء والتوليد وعدة اختصاصات. ولأن المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل من بين أولويات البرنامج الرابع من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قافلة طبية لفائدة الأطفال دون سن الخامسة تصل محطتها الأخيرة هنا على مستوى إقليم النواصر. هذه المحطة تعتبر المحطة 12 من 11 محطة اللي سبقتها اللي استفدوا منها أزيد من 1200 طفل دون سن الخامسة طبعا. وبشكل عام في إطار صحة الأم والطفل فنجزوا أربعة المشاريع كبرى. عندنا كسبيل المثال مركز المرجعي اللي ذكرنا ديال دار بوعزة، كاين تكفل بالأطفال الخداج يعني لي بريماتوري مع واحد الجمعية ديال قطرة الحليب. مشاريع تترجم التزاما من أجل المساهمة في تطوير القطاع الصحي، وترون توفير خدمات صحية تتناسب واحتياجات الساكنة مع التركيز على الفئات الهشة. وتم بولاية أكادير عرض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقديم حصيلة الإنجازات التنموية على صعيد عمالة أكادير إداوتنان، خاصة المحور المتعلق بصحة الأم والطفل. والاحتفال هذه السنة يحمل شعار الألف يوم الأولى أساس مستقبل أطفالنا. في المتابعة حيجب التامك وسمير بركة. معرض لبعض المشاريع المدرة للدخل لفائدة العنصر البشري واستفادة تعاونية الصيد التقليدي سوس من شاحنة لنقل الأسماك إلى جانب وحدتين متنقلتين لفائدة فيدرالية جمعيات القصور الكلوي وأخرى لفائدة جمعية الأمل للأطفال مرضى التوحد. من بين المشاريع التي تم تمويلها واقتناؤها بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والحمد لله احنا عندنا دابا واحد المشروع في الميناء ديال اكادير اللي هو ديال ستاسيون ديال لومبالاج وديال تتميل المنتوج والتلفيف والتغليف والتصدير، وكان يعني بالضروري اننا خصنا يكون عندنا شاحنه مبرده باش نقل المنتوجات اللي غادي نقدروا ناخذوها من لي سيت دو بيش من قرى الصيادين ومن ميناء اكادير ومن بعض المواني الاخرى. خدينا الدعم عند المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال الالات اللي هي عطاتنا واحد الدفعه واحد التطور للقطاع ديالنا ديال الجلد، والحمد لله دابا كاين تحسن في المنتوج، كاين تحسن في الانتاجيه، كاين تحسن في بزاف ديال الحوايج. واحتفالا بالذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم عرض حصيلة المشاريع التنموية التي تم إنجازها خاصة ما يتعلق بصحة الأم والطفل، حيث تم خلق 53 مشروعا على صعيد عمالة أكادير إداوتنان. هذا اليوم تم القيام بعدة أنشطة موازية مثل تدشين وحدتين طبيتين متنقلتين، كما تم تدشين مركزين للتفتح والابتكار للشباب ومركز لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف بحي تدارة أنزا.
وبنفس المناسبة وبدعمنا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم اقتناء وحدتين طبيتين متنقلتين في طب العيون ومختبر التحاليل الطبية لتقريب الخدمات الصحية لساكنة العالم القروي، ومشاريع تم إحداثها بعمالة أكادير إيدوتنان تتعلق بمراكز للتفتح والابتكار وأخرى لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف. ونتحول اللحظة إلى مدينة إسطات، حيث خلدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال عرض المنجزات التي تم تحقيقها خلال الفترة ما بين 2019 و2024. بوشعيب عماري وسوفيا الإبراهيمي. تميزت أشغال هذا اللقاء بتسليط الضوء على منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة 2019-2024، خاصة الشق المتعلق بصحة الأم والطفل من خلال مشاريع بلغت في مجملها 23 مشروعا ورصد لها غلاف مالي بلغ 17 مليون درهم فاصل 15. أصبحنا الآن بإقليم سطات نتوفر على 9 دور الأمومة ومزودة وكذلك 29 سيارة إسعاف، كما ساهمت المبادرة خلال هذه الفترة بتعزيز معدات دور الولادة بأجهزة فحص الصدى وتجهيزات سمعية بصرية لتنظيم الحملات التحسيسية في مجال صحة الطفل والأم، وذلك بطبيعة الحال بهدف المساهمة في التقليص من نسبة وفيات الأمهات عند الوضع وكذا الأطفال حديثي الولادة. وفي إطار العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الشباب، تم تدشين منصة للشباب كفضاء لاستقبال الشباب حاملي المشاريع لتقوية قدراتهم في مجال المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفي مجال البحث عن فرص الشغل. كما كنلاحظوا حنا أن الشباب ديال 16 محتاجين بحال هاد المنصات باش نكونوا من المدن النامية والمدن بحال الكازا والرباط وهذه هذه المنصة هذه قربت لنا المسافة. كما نظم بالمناسبة معرض للمنتوجات المجالية من أجل التعريف بالمنتوجات المحلية والاطلاع على الفرص التمويلية والتكوينية التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الشباب حاملي المشاريع بالإقليم. وبمناسبة الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دائما، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بسلا احتفالا خصص لتقديم حصيلة المبادرة على مدى سنة. أحمد بن خديجة من شرقاوي وهند خليفة. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة سلا قامت بتصدير وبرمجة مجموعة من المشاريع همت التوعية بأهمية المواكبة الصحية للنساء الحوامل والتتبع الصحي للأطفال حديثي الولادة، مع إعطاء عناية خاصة للمجال القروي بإنجاز مجموعة من المشاريع منها إحداث مستوصفات صحية ووحدات طبية متنقلة. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى سلا قامت بواحد مجموعة ديال المشاريع هيكلية مهمة، من أهم هذه المشاريع خلق ان سونتر كرياسيون دان سونتر دو تريتو امبيلاتوار كرياسيون دان سونتر بيكو دونتير بريفيكتورال افيك 8 فوتوي كرياسيون دان سونتر دي مودياليز افيك 23 فوتوي بالإضافة لاقتناء وحدة طبية متنقلة، وحدة ديال العلاج الكشف على مرض السل، ووحدة ديال التحليلات الطبية. ويأتي اختيار شعار الألف يوم الأول من الحياة أساس مستقبل أطفالنا استجابة لمخرجات العديد من الدراسات التي أظهرت الآثار الإيجابية للعناية بالأطفال خلال الفترة الأولى من حياتهم، دراسات أكدت على أن العناية الجيدة في هذه المرحلة تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الرضع وتطورهم البدني والعقلي. كل عام والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بألف خير، وبهذه المناسبة كان نوجه لهم الشكر الجزيل لأن بنوا لنا أول مركز في المغرب اللي هو مركز الديسلكسيا بمدينة سلا اللي عنده عدة خدمات، منها الكشف المبكر على اضطرابات وصعوبات التعلم، التشخيص، تتبع المواكبة النفسية، مواكبة الأسر، وأكثر من ذلك التكوين، بحيث درنا تكوينات متعددة على صعيد المغرب باش يمكننا نتجاوزوا هذه الإعاقة الغير المرئية اللي عندها مخلفات
المجتمع بحيث كترفع من الهدر المدرسي. مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنقوم بحملات تحسيسية في إطار الصحة الإنجابية للأم والطفل، وكان سورتو هذه الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالطفل، المواكبة ديالو في كيفاش الأم تترضع الطفل ديالها، الأهمية الرضاعة الطبيعية، كل ما يتعلق بهذا الشيء. وعندنا واحد تندير واحد لو نومبر كبير تبارك الله في المقاطعات ديال سالا. وتشكل هذه المناسبة فرصة للتداول والنقاش وتبادل الأفكار حول مختلف المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في المحور المتعلق بدعم صحة وتغذية الأم والطفل. وعلاقة بالموضوع، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات سيد البرنوسي أنشطة متنوعة للتعريف بالمنجزات المحققة. في المتابعة ليلى عسلي ومحمد العروي. عمالة مقاطعات سيد البرنوسي وبرمجة أكثر من 246 مشروعا منذ انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الثاني والثالث والرابع، وأهمت مجالات متعددة من بينها الصحة والتعليم. نتائج ومنجزات هذه المرحلة عرضت ضمن هذا الحفل. إنجاز خلال هذه المرحلة أزيد من 236 مشروع. هذه المشاريع هي تنصب حول البرامج الثلاث. البرنامج الثاني كيف تعرفوا اللي هو برنامج محاربة الهشاشة، اللي كانت مجمل تدخلات يعني على مستوى المراكز ديال الاستقبال ومستوى البنية التحتية التي تهتم يعني بال11 فئة المحددة في هذا البرنامج. كاين البرنامج الثالث هو البرنامج الإدماج الاقتصادي للشباب، والبرنامج الرابع اللي هو دعم ديال التنمية البشرية للأجيال الصاعدة اللي كيشتغل على مستوى ثلاث المحاور. وتمشي وشعار هذه السنة ألف يومنا الأولى أساس مستقبل أطفالنا تنظم على مستوى عمالة مقاطعات سيد البرنوسي مجموعة من الأنشطة التواصلية والتحسيسية على مستوى المراكز الاجتماعية وفضاءاتها لتسليط الأضواء على المجهودات المبذولة لتفعيل محور دعم صحة الأم والطفل. أسف اليوم كنشوفوا أنه واحد طفل من أربعة كيعاني في مشكل نمو، يقدر يكون زيادة الوزن ولا نقص ديال الوزن. في هذا الإطار كتأتي هذه الحملة الوطنية لتغيير السلوك، واللي كترتكز على ثلاثة مواضيع أساسية: صحة الأم والطفل، وكذلك الرضاعة الطبيعية، والتغذية التكميلية المثالية. ويأتي تخليد الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إبراز وتثمين ما تم إنجازه في إطار برنامج المرحلة الثالثة، وخاصة محور برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وبمناسبة الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وتنفيذا للاستراتيجية العامة للمديرية، تم بمدينة الدار البيضاء إعطاء انطلاقة عدة مشاريع، منها مصلحتين لحوادث السير ومخفر للشرطة وتدشين المقر الجديد للمصلحة الصحية الولائية. فاطنة تابوت، عاشور بن مسعود ونوال مهثوب. مشاريع مختلفة أعطيت انطلاقتها بمقاطعات عمالة الدار البيضاء الكبرى بهدف تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومنها مصلحتين لحوادث السير بكل من النسيم وسيد عثمان ومخفر للشرطة بسوق السمك بسيد عثمان، تأتي جلها في إطار تأهيل البنيات الشرطية بولاية الدار البيضاء. يأتي هذا خلق هذه المصالح لسهر على حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، وتجويدا للخدمات التي تقدم للمواطنين والمرتفقين كذلك. تم إعطاء انطلاقة ديال العمل بمصلحة قسم حوادث سير النسيم، واللي هي مصلحة ثالثة على صعيد عمالة الحي الحسني، وبالتالي كتجي هذه المصلحة باش تتعاون المصالح الأمنية الجوج اللي كاينين من قبل، من خلال الهدف الأول هو إنجاز المعاينات الميدانية الضرورية، وكذلك إنجاز المحاضر في الأجال القانونية المعمول بها. هذا وتم نقل المصلحة الصحية الولائية إلى مقر جديد يقدم خدمات متعددة لفائدة أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني ودويهم، خدمات تتوزع على أربع خلايا. كاين الخلية الطبية اللي كتقدم فحوصات للرجال الأمن وكذلك نساء الأمن وأسر ديالهم، كيستافدوا من فحوصات في الطب العام، وأيضا كاين هناك خلية نفسية اللي كتقدم الدعم النفسي لرجال الأمن كذلك وداويهم، بالإضافة إلى الخلية الطب الأسنان
اللي هي كنبداو من العلاجات ديال الاسنان واللسوان حتى المرحله ديال البروتيز دونتير. هي مشاريع تاتي تنفيذا للاستراتيجيه العامه للمديريه العامه للامن الوطني من اجل مواصله الاشعاع الذي تعرفه المؤسسه الامنيه وطنيا ودوليا، والذي يعزى الى انخراطها الفعلي والجاد في ورش اصلاح المرفق العام الذي اطلقه صاحب الجلاله نصره الله في خطاب العرش لسنه 2023. وفي سياق منفصل، نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بمدينة مراكش النسخة الثانية لجائزة التميز لنساء الوكالة تحت شعار التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، حفل تؤكد من خلاله الوكالة اعتزازها بكفاءاتها النسائية التي تلعب دورا مهما في إنجاح برامج هذه المؤسسة. أمين علام والمعتصم بالله البعزاوي. هي ثاني نسخة تحتفل من خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمبادرة من جمعية الأعمال الاجتماعية بالعنصر النسوي، احتفاء بنساء تألقن في مجال تخصصهن وتأكيد من المنظمين على الدور الريادي الذي تلعبه النساء العاملات بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إنجاح برامجها المتمثلة في الوساطة من أجل الاستجابة لطلبات التشغيل. جد سعداء اليوم كنحتفلوا بالمرأة في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وكنعطيوها جائزة التميز اللي هي جائزة سنوية رجعت عندنا سنة حميدة باش كنحتفيو يعني بجميع المجهودات اللي كتبذل داخل الوكالة باش تنجح العمل ديال الوكالة كل يوم. هذه الدورة تمحور حول التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، والهدف من ذلك هو مدى قدرة المرأة الأنابيكية على التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، وذلك من أجل إنجاح برامج الوكالة. جائزة التفوق السنوية في دورتها الثانية تشجيع للمشاريع التي أنجزت من طرف هؤلاء النساء، وتحفيز على البحث العلمي الذي تتطلع لجعله مرجعا لبرامجها المستقبلية. هاد الحفل كتنظمو كل سنة باش كتحتفل بنساء الوكالة، واليوم أوسي كاينة واحد تكريم ديال النساء المتميزات وغيتم يعطيوهم جائزة التفوق. هاد الشيء كيخلينا أننا نزيدو القدام ونعطيو أحسن ما عندنا ونزيدو نتميزو ونتألقو أكثر وأكثر. هو تعبير من الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات عن اعتزازها بكفاءاتها النسائية اللواتي يمثلن أزيد من 40% من مجموع العاملين، واللواتي يقدمن خدمات جليلة من أجل السير قدما بهذه المؤسسة. شريط سينمائي يوثق للهجرة كظاهرة إنسانية، هو بحث في معاناة عبر فترات زمنية مختلفة. شريط موغا يوشكاد نتعرف على عرضه ما قبل الأول بسينما النهضة بالرباط مع بير ملوكي وياسين مرافق. موغا يوشكاد حكايات بالصوت والصورة عن مسار هجرة، بل هجرات تعددت لكنها خلفت سردا محمولا في الصدور. شريط وثيقة وبحث سينمائي عن أسئلة وليس أجوبة، انغماس فيما لا يقال بل يحس لأنه عيش بطرق إجبارية، أقرب ما يكون إلى بوح ضروري كي تستريح الأنفس. ترجمة شبه حرفية لواحد العبارة أمازيغية اللي هي مورا يوشكد، اللي تقلت بزاف في القرى وفي الأسواق ديال الجنوب المغربي ابتداء من الخمسينات. كان كيدوز البراح وكيقول مورا يوشكد مورا يوشكد، على أساس باش يجيو شباب مغاربي يتسجلوا من أجل الهجرة للاشتغال في الفحم. إعادة طرح لما اختار له المخرج هجرات حدثت في زمن محدد وفي أماكن محددة، لكنها غيرت مسارات للناس، للبشر، للأمكنة وللأفئدة، وغيرت أيضا من احترف النبش الفني في التجربة الإنسانية. الفيلم كان عنده أثر كبير عليا، فاش كتعيش إعادة قصص، إعادة الحكي عن آلام، إعادة حكي عن متاهات ديال مجموعة ديال العمال، فاش كتعيش واقع ديال بعض العمال اللي الآن في سن متقدم وعاجزين ومازال كيعيشوا هذاك البؤس بجميع التجليات ديالو، حيت البؤس ماشي فقط بؤس مادي، هو بؤس العزلة، بؤس الوحدانية، بؤس التيهان. هاد المسائل كتخليك تراجع نفسك في مجموع هاد الحوايج. كيفاش؟ واش غادي نطلع ولا ما غاديش نطلع؟ النهار الأول اللي هبطنا هبط بواحد
مغايوش كاد شريط لا يرى مرة واحدة، لأنه ليس للفرجة بل للعبرة من الحياة. انطلقت بحديقة الجامعة العربية بمدينة الدار البيضاء فعالية النسخة الثالثة لأسبوع المغرب للشطرنج باستقبال شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه، احتفال شهد حضور عدد من الأبطال العالميين. التفاصيل مع حسن زكي وصوفيا الإبراهيمي. بحديقة الجامعة العربية انطلقت فعالية النسخة الثالثة لأسبوع المغرب للشطرنج باستقبال شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج وتسليمها للعاصمة الاقتصادية كممثلة وحيدة لإفريقيا، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الدولي للعبة، هذا الأخير الذي اختار مدينة الدار البيضاء والمغرب للاحتفال بهذه المناسبة. طبعا يعني شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج بمناسبة الأولمبياد السنة دي، إن الشعلة تكون موجودة في المغرب بطل كدولة عربية وأفريقية أكيد حاجة شرف وفخر لنا كلنا إن احنا نكون موجودين في حدث زي ده وإنه يتنظم في المغرب. سعيد طبعا بصفة خاصة إن أنا موجود ومشارك في الحدث ده وفي البطولة اللي بتنظم، ونتمنى إن شاء الله الأحداث دي تكون ليها دور كبير في نشر الشطرنج في المغرب وفي أفريقيا كلها. فاليوم يعني تنفتخروا بأنه جميع الأنظار العالمية اللي تتهتم بالشطرنج فهي اليوم تشوف مدينة الدار البيضاء ومتبع مدينة الدار البيضاء في هذه الثلاث أيام، والحمد لله والشرف الكبير كذلك هو أنه كيف شفتوا فمن خيرة اللعابة ما يسمى بلي غران ميتر الأساسي ديال الكبار ديال الشطرنج فهم كلهم أبوا إلا يكونوا معنا في هذه المرحلة هذه. الحضور الوازن لأكبر الأبطال العالميين في لعبة الشطرنج لهذه التظاهرة سيكون له الأثر الإيجابي على اللعبة بالمغرب وعلى ممارسيها لتحفيزهم على تطوير مستوياتهم محليا ودوليا. الأربعة ديال الأبطال العالميين جاوا اليوم باش يعطيونا واحد يعني واحد تحفيز ويعطيونا واحد القوة ويعطيونا واحد الطاقة باش نمشيو بعيد، لأن الشطرنج عنده فوائد كثيرة على الناس والشطرنج هو الحياة، تعلمنا بزاف المسائل. مسابقة واكبت الاحتفال بهذه الذكرى فتحت في وجه 100 لاعب ولاعبة من الممارسين الهواة في مواجهة محترفين، وذلك تشجيعا لمحبي هذه الرياضة الذهنية، فيما ستنظم المنافسة الرسمية وفق صيغة مبتكرة لهذه المناسبة أطلق عليها اسم متغير الدار البيضاء، وستعرف تنافس 4 محترفين كبار يمثلون الأفضل في كل قارة، وهم باسم أمين من إفريقيا وفيشي أناند من آسيا وماغنوس كارلسن من أوروبا وهيكارو ناكامورا من أمريكا، وهي منافسة سيتم بثها على قنوات تشيسكوم وستتم متابعتها عبر جميع أنحاء العالم. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع ليلى أغبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله نزول زخات عاصفية مصحوبة بصقيع ورياح، وذلك بمرتفعات الأطلس وبالمنطقة الشرقية مع تكون سحب منخفضة كثيفة ستعطي تساقطات مطرية متفرقة بالسهول الأطلسية بمنطقة السيس بهضاب الفوسفات والماس وكذلك بالشمال الغربي للبلاد مع رفع زوابع رملية بالجنوب. درجات الحرارة ستعادل 19 درجة بمدينة وجدة، 24 درجة ستسجل بالحسيمة، 23 درجة بطنجة، 22 درجة بالرباط، 21 درجة بالدار البيضاء، 23 درجة بأكادير، و 26 درجة بالقويرة. حالة البحر، سيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، بالبوغاز سيكون قليل الهيجان، وبالسواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى أحيانا هائج، بعلو سيصل إلى مترين. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاطو الأخبار. ختاما مشاهدينا هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وتأهيل القطاع الصحي، افتتاح 6 مراكز صحية حضرية وقروية بإقليم بوجدور، وذلك من أجل تقريب الخدمات العلاجية من المواطنات والمواطنين.
وبمناسبة الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تم بمدينة الدار البيضاء إعطاء انطلاقة عدة مشاريع منها مصلحتين لحوادث السير ومخفر للشرطة وتدشين المقر الجديد للمصلحة الصحية الولائية. انطلاق فعالية النسخة الثالثة لأسبوع المغرب للشطرنج باستقبال شعلة الاتحاد الدولي للشطرنج احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيسه، احتفال شهد حضور عدد من الأبطال العالميين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.